بونجور، مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. سعداء باستقبال مدام جيهان مالك استاذه جامعيه، وسي احمد الهرماسي رئيس، هو مخرج بالاساس ورئيس جمعيه العمال الاحرار لفريلانس. مرحبا بكم. مرحبا. دونك باش نحكيو على الجمعيه هذه، شنو هو الاهداف نتاعها، وقتاش تاسست، والمعلومات الكل على الجمعيه هذه. ما قبل كان تصبحوا نرجعوا بعد الشيف ايوب. مرحبا بك فاطمه، انا رجعت بحذايا لكن نحب نخلي الكلمه للشيف فتحي على خاطر باش تورينا لي ديتاي نتاع الرولي هذايا في القصان نتاعو خاصه. اي هذايا قلت لكم بعد لاروليتو نجي كل سنتي سنتي ونص ونقص هكايا الرولي بتاعي ونحطو بعيد تقريبا سنتي ونص بين الكعبه والكعبه خاطر باش يتحل شويه، ونحطو في كوشه يتيب 200-220 خاطر راهي البات فايتي كان ما تعطيوهاش النار من الاول ما تعطيوهاش او موان 200 دوغري معناها 200 راهي ما تفوجش ما تتحلش، يلزمها نار قويه البات فايتي باش تتحل تورق الفايتاج نتاعها يسيب بعضه ويتحل وتولي وسط الورق ظاهرين، اذا كان النار ضعيفه تولي ترخ الزيت نتاعها الزبده اللي في وسطها وتطلع مجلده. الوغ اعطيو النار من الاول، سخنوا الكوشه مليح اقل حاجه 200 دوغري، ومن بعد خليوها تيب في 200، كي تحبوا حاجه تولي تحمر اكثر وتولي كروستيون تنقصوا ل 180، لكن بعد لا تنفجت وبعد لا بدات تطيب. هذه فاطمة المعلومة اللي حبيت نوصلها، خليك كلمة وبعد ترجعنا. ميرسي بوكو شيف فتحي، يعطيك الصحة. احنا توا نرجعو نحكيو على جمعية العمال الأحرار، ساعة وقتاش تأسست الجمعية؟ 2013. علاش خممتوا فيها؟ الأهداف نتاعها؟ أونيتي دي فريلانس، كنا نخدموا مع بعضنا في الدومين دو لوديو فيزويل أو ديبار، يعني كنا في معنا جماعة في الصون، جماعة في لوميير، جماعة في المونتاج، ملتي ديسيبلينير، وحبينا نخدموا مع بعضنا وحبينا ستركتور تلمنا. فما لي بود برود يعيطونا بيان سور كيبدا فما بلاتو دو تورناج سيرتو في رمضان دونك عاودت الناس الكل ايوا انا فما دي بيريود نخدموا فيهم برشا فما دي بيريود مش موجود فيها خدم. قلنا علاش ما نعملوش ان ريزو توا احنا ولينا نومبرو ما نجموش كنا نعملوا دي بواتيت واغلبهم يعملوا دي بوات صغار جو غيان كو بوغ افواغ الدعم تاع وزاره الثقافه ولا بوغ الباباس اللي ما عنده حتى سالاري وقلنا نعملوا ان ريزو طون كوني نومبرو نجينا نخمموا في الموضوع نتاع ترافايون فريلانسينغ في تونس نلقاوه اكثر برشا من اللي كنا نتصور. إيبا مش كان في السينما، موجود في المسرح، في باقي لي دومين كرياتيف، في الانفورماتيك، في الملتي ميديا، ومن بعد زاد ولا أوسع برشا مع الانترنت، ولا عندنا دي يوتيوبر، عندنا عباد تخدم بالانترنت وتبعث وتخلص بالباي بال وتخلص عن طريق أخرى دي بلوكور وكل شيء. ايكونومي كبيرة في تونس، جينيراسيون كاملة طالعة وعندهم دي كود بين بعضهم، يعرفوا يحكوا مع بعضهم بطريقتهم بلغتهم، مي إلو سون با أدابتي دو تو للسيستيم كونفونسيونيل نتاع الدولة، نتاع سالاريي يعني امبلويي امبلويور. ولا باتيندا ولا يقف ولا سي ان اس اس كما كنا نحكيو بكري فما لي دغوا دوتور فما مشكله كبيره في دغوا دوتور فما في لاسيغونس سيكوريتي دو ترافاي في الفاكتوراسيون في انه فلوس اللي دخل فيهم البابا ديكلاري خاطر نهار يحط عليه الفيسك يقولوا منين تحت حيط جوستومون سي ايكونومي نوار فما حاجه اخرى جوستومون ميزا بار تو لي ميتيي اللي مازلت كي قلتهم سيتك فما في الدومين دو لانسينيومون فما لي كوتش اليوم نلقاو فما لي فورماتور فما لي بروف اللي يمشيو يعملوا دي فورماسيون دي سوسيتي بعد ما عندوش حتى وثيقه تسمح له باش ينجم يعمل لا فاكتور نتاع الفورماسيون اللي هو عملها. هذه مقلنا شوي اخذت توا تبع حتى وزاره التعليم العالي يلزم ياخذوا الاوتوريزاسيون من عند الريكتور وعندهم كيلكو زور مقنين عنده الحق يقري فيهم والباقي انوار كما توا لسات التعليم الثانوي اللي قريوا في ديارهم. اما هذا احنا ما يخصناش برشا خاطر ديجا عندهم سالير وعندهم لا سيكوريتي غيان كو سا سيت ان بلوس خاطر شهرها ما تكفيهمش. انت تحكي على فاكاتير بوتيت انا نحكيك على عباد اخرين عندهم حاملي شهاده كيما البناء مثلا مش لازم حتى تكون عنده شهاده البناء باغ اكزومبل ثم فريلانس ولا جوستومون هما الفريلانس حتى نجح اي واحد يخدم حر فوالا اللي ما عندوش باتين احنا في الجمعيه نتاعنا ما نجموش خاطر سيت ان دومين لارج اون بو با تو ابوردي خذينا العباد اللي عندهم لي تري كومان اللي هما نوفيل جينيراسيون طلعوا بعد الديموكراتيزاسيون نتاع التكنولوجي وقت اللي 5 دي الماركات الكاميراوات اللي هما كانوا غاليين برشا ولو عندنا نجم اي حد نجم يعمل فيلم وسينما وكاليتي قويه الانترنت ولات في ديار الكل لي زورديناتور قوات البرفورمانس نتاعهم يجيبها اي لوجيسيال ويخدم دونك خذينا لي دومين كرياتيف كما اللي هو الانفورماتيك ملتي ميديا لي زار لو فيزوال اي سي سويت. مدام انت عملت ريشيرش كنت تحكي لنا شنو لقيت في الريشيرش هذه؟ En fait, nous, dans l'association, c'est vrai qu'il y a des freelanceurs qui ont des besoins réels sur terrain.
في الدومين دو لوديو فيزويل معناتها دو مانيير تري بارتيكولير من الاول من بعد انضمينا نحن لي انفورماتيسيان والتكنولوجي والجيمينغ دونك هنا وانضمينا برشا دي شيرشور ودي زونيفرسيتير اللي هما متخصصين في دومينات تو سكي دومينات ابداعيه في الايكونومي كرياتيف دونك ما حبيناش نخليو الجمعيه uniquement نخدمو كان على quelques besoins pour répondre à des معناتها donner des solutions spécifiques للمواضيع معينه حابين نهضروا لقدام نشوفوا اش عندنا كم هنا في التيران شو المشاكل مي نهضروا لبرا زاد اش فما صاير لبرا علاش نحنا ما نشوفوش صحيح دي سوليوشن لي بروبليم على مشكله البروتيكسيون على السيكوريتي سوسيال على مشاكل الفاكتوراسيون على هذوما مشاكل اللي في تونس علاش الدروا دوتور على ما نغزروش فما البرا دونك نحلوا هذا اللي عندنا مي او ميم تان نغزروا البرا هذا اهداف الجمعيه ان نحل المشاكل مثلا ما عرفش انا فريلانس نجي ننتمي للجمعيه تلقاو لي خدمه مثلا ولا احنا حبينا ما حبيناش نغزروا معناتها ناخذوا حاجات حالات معينه حبينا نغزروا نحلوا مشاكلهم بطريقه عامه دون مانيير تري جلوبال جينيرال نحسبوها مشاكل من الاول في الوقت طلعت اوبورتونيتي مش اوبورتونيتي معناتها من الاول بدينا اوبورتونيتي هو اصلا في الناس ما حشوش بينا على باش بالدوله نو بلو احنا بلوتو باش نقول للدوله حتى على ولدك يهربي راهو برا بالتكنولوجيا بكل شيء دي سي 2020 هذا الناس كل ما تعرف الناس خايلوا معناتها لي فريلانسور هما ناس معناتها فئه اللي هي تخدم في تركينا اجا نعاونوهم سون دي بريكير سي با سا دو تو هذوكم اوبورتونيتي لازمنا نخرجوهم قاعدين يعملوا امباكت كبير على الايكونومي وينجموا يعملوا ترانسفورماسيون كبيره ومهمه برشا على الايكونومي نتاع تونس برا من هنا 2020 في الأوروب وفي أمريكا النومبر دو فريلانسور باش يولي أكثر من النومبر دو سالاريي وما ينجمو وما يخلصوش تي في وما يخلصو حتى شيء خاطر هو أصلا ما ينتميش لحتى شيء فما دفع فما دفع دونك هي اللعبة الكل غادي كيفاش أنت تخليه يلقاغت سا كرياتيفيتي عبد يحب يخدم صلي ما يحبش يخدم ما يحبش من 8 إلى 5 في دارو يحب يخدم في دارو يحب يتحرك يشوف خاطر معاك بروجي وكحو ويخدم بروجي مع برشا ناس يحب يخرج فاكونس تاعو وقت يحب كيفاش إذا كان أنت ما تصبش ما تخليش نصب على روحي سي أنا سي كيفاش ينجم كيفاش انتيغر ستركتور كونفونسيونيل كيفاش الدوله تخليه ينجم يخلص التي في تو اغلبهم ما يخلصوش مش تي في يعني زامبو ما يخلصوش ما يخلصوش خاطر ما يحبوش يخلصوا الاغلبيه ما يخلصوش خاطر صعيب باش تخلص يلزمك تعمل انت دو بابي مع دوغدور ادمينستراتيف نتاع اليوم الوغ كو هما دنيون ليبر انتم كجمعيه شنو لقيتوا كحل؟ برشا حلول مثلا في العالم شفنا لو شفت جهين شفنا نحن تو علاش قلنا الغوشيرش عطيناه قيمه كبيره في الاسوسياسيون على خاطر شفنا تحلينا على ليزيكسبيريونس اترونجير ونحن تو عملنا الدوزيام اديسيون تاع تونيزيان فريلانسرز داي وكل مره في ليفينمون هذا نجيبو دي زيكسبيريونس اترونجير من بور باري انفونتي لا رو مش باش نقدوهم يعني باش دونك فما دي زيتود اتعملت برا في الاوروب وتعملوا في امريكا مع يشوفوا شنو ما مثلا في الاوروب فما دول اللي قنتوا عملت قانون كيما لانجلتير توا تحب ترجع بالتوالي تحب تنحيه تحب تعمل سامبليفيكاسيون تاع الاي ار 35 اللي هو القانون الخاص بالفريلانسور خاطر الفريلانسور تقلق ماشي بالقانون معناتها به فما دول اخرى ما عملتش قوانين عملت دي ستركتور كيما لي كوبيراتيف كيما لي ميتويل تقول لك ستركتور هي تتلهى لي بالفريلانسور كيفاش مدام باش تزيد الناس تفهمنا معناها انسان فريلانس جي انت من جمعيتكم شنو هو الحاجه البلوس اللي نجم تضيف نحن في الجمعيه نتاعنا توا ما حابين نتوجهوا للفريلانسر معناتها باش نعرفوا المشاكل بالكدا نحن الهدف نتاعنا بوغ لو مومون نتوجهوا للدوله ونتوجهوا لي زونتربريز ونتوجهوا للمجتمع المدني ولي بارتنير سوسيو علاش؟ خاطر نحن في الدول الاخرى يتوجهوا ديريكتومون الفريلانسر خاطر هو عنده ستاتيو عنده معناتها سيكتور كي تقول فريلانس الناس الكل تعرف وعنده ما يعرف حتى شيء نحن في الايكونومي انفورمال نون اوبسيرفابل معناتها انا مشينا قابلنا الانستيتيو ناسيونال دي ستاتيستيك الاحصاء وقابلنا لوبسيرفاتوار ناسيونال دي كومبيتونس اي دو لامبلوا عمره لا صار حتى ايتود عليهم راهو ما عندنا حتى شيفر كيفاش نقوموا نحلوا معناتها مشاكل صغيره ونحنا هذوما مش محتوم مش معناها الفريلانسور يجي يقول حلوا لي مشاكل هو سيكتور كامل ماهوش منظم المشكله اللي هما في الكاز نتاع البطاله
مثلا انا كاين مانيش نخدم سالاريير، انا فريلانسر، كي واحد يجي يقول لي اش تخدم بطاله، علاش بطاله؟ ندبر في راسي، نخدم بروجي لهنا، نخدم حاجه هذيك، ندبر في راسي. دونك انا كنت نجم ندخل في العام تريبلي ندخل فيه وانا بالكونترات. اما يظن لهنا يتقلقوا لي الفريلانسر. دونك الحل اللي باش نقولوا صراحه معناها يدخل في بليزيت وتقول جا خلص الدوله. باش نفسر. انت قلت شنو الحل باش تعطيو الفريلانسر؟ اون فيت الفريلانسر كان شاتور قانون ولا ستركتور اخرى، هو هارب ستركتور. كان شاتور ستركتور اخرى باش يهرب منها كمان. بالضبط. دونك هو كيما الارتيست نبو با لو ديفينيغ كي الارتيست بارلاوش شكون ولا كي شكون الشاعر ولا دونك هذوك دي دومين اللي هما ما يتشدوش. صحيح. دونك الدوله غير قادره مهما كانت قوتها، مش خاطر الدوله اليوم يعني مثلا عندها ركول وعندها مشاكل اقتصاديه، لا مهما كانت قوتها مش قادره انها تحدد ولا الونكادر سو فينومين. دونك شنو تعمل الدوله؟ تولي تاخذ دورها كمراقب وتخلي الديليك الجستيون بور دي ستركتور انترميديير كيما لو كوبيراتيف كيما لي ميتوال كيما لي كونفونسيون كوليكتيف كيما لي سانديكا مش بالاكسيون سانديكال اورديناير نعرفوها احنا ما تعرفش دافع فماش سالاري وامبلوي امبلويور لا سانديكا سي بور افوار اون ريبريزونتاتيفيتي نتاع العباد هذيا باهي ما تشوفش انه اذا كنت تعملوا جو سي با نقابه مثلا النقابه هذه باش تدافع على حق الفريلانس انت تعرف اللي هما مش كلهم يخدموا انت تحكي هنا على الناس الخدامه اللي دبر راسها وتخلص بالكدا باهي اذا كان انت تجي كدوله او انت كمنظمه او كجمعيه ولا تحب انت تجي تقول مثلا الناس اللي تنتمي لي باش يكون عندها سي ان اس اس باش يكون عندها مثلا جو سي با انا هي الاولويه نتاعها باش تخدم انه مثلا بوبليسيتي اللي عندنا مشكله لي بوا دو برود علاش ما يخدموش على خاطر تلفزه تقول دبر بوب ومن بعد يجي يحكي معايا دونك انت كي لهنا عندك علاقات مع الناس اللي تعمل اشهار وتوفر لها الاشهار لهنا يتشجعوا هذم لي فريلانس ويجوا ينتميوا للجمعيه نتاعكم على خاطر من بعد يلقاو حاجه مقنعه حتى من بعد كي يخلص الدوله على عيني وراسي. اما مش انا نخدم في العام شهر وتقول لي برا خلص الدوله قال شنو انت فريلانس صراحه ما يتبعكم حد. فما فرق بين الفريلانس، فما اللي فريلانس اللي يخدم كل يوم فما اللي ما يخدمش الجمله بصراحه فما فريلانس يخدم في رمضان فما اوبليغاسيون يدبر في راسه اللي دون لا سيرفي فما نوع والفريلانس هذا فماش كلمه فريلانس هكا راهو سا ديبون سيكتور مش كيما في سا ديبون سيكتور مش كيما في الديو فيزويل كيما في لي زار ميدياتيك كيما بعد في السينما وكل شيء يفرق يعني فما دي فريلانس اللي يخدم كل يوم وقت هو يقرب باش يرتاح يقرب ويرتاح ويدور في برشا فلوس فما دي فريلانس يخدموا باغ اوبليكاسيون باش يصوروا خبزه دوك هذا الكل هو اندر جراوند يعني هذا الكل في ليكونومي نو اوبسيرفابل ما فهمش قد ايه اليوم في ليكونومي سميوه ليكونومي غوز انا كيف نجي نقول لك انا مثلا ندبر في راسي مره في الشهر وجيت تقول لي باهي اجا باش تخلص الدوله قول لي شنو توفر لي الدوله نجي نخلص هما خمسه مشاكل احنا كي عليهم خمسه مشاكل عند فيناس يعني نجم نحصروها لك اعطيني سي ان اس اس يعطيني نعم يعطيني ريتريتي بعد والله نخلصوا على عيني ما دوا دوتور ولاكسي او مارشي وفر لي هالخمسه حاجات هذوما يعني جاك سيت فاسيلمون او مارشي اون بليس اللي في لي فرانس بيد مش متفاهمين خاطر يكسروا في السوايع على بعض بيان سور صح عندي عندي واحده باش نمنتجها يعني واحده صغيره تتكلف لي مليون وحده يقول لي ما مالك 100000 دونك لنا لازمنا كونفونسيون كوليكتيف اخلاقيه لي فريلانس الكل يتفقوا يقول لك احنا ماش نطيحوا السوايع في كل سيكتور بيان سور كان ممثل كان ماكيور كان في الديزاين كان في دونك هذه حاجه الاولى باش هو ما يتيحوش تحت النيفو ينجموا يعيشوا بطريقه كريمه ومن بعدها تجي السيكوريتي سوسيال لي دوغوا دو تور مشكل كبيره في تونس اليوم شيء ما شجع اني نكون كرياتور ولا نكون كرياتيف خاطر نعرف سرق لي تو سويت كان ما بوزيتش كان ما عملتش بوز بيه في الانترنت غير يعمل بيه دونك وهذا سي سويت دونك خمسه مشاكل كانت تتحل وشكون باش يحلهم الدوله ما تحلهمش يحلهم سيكوريتور انترميديير اليوم المجتمع المدني في تونس قوي برشا وقوي برشا دون بليزيور سيكتور في برشا في الفلاحه راهوه فما اكسبيريونس ياسر حلوه هو نتاع لي جيديا لي كوبيراتيف اغريكول اللي اثرت الثوره وطاح الاقتصاد هذا الكل هما ما تنسوش ما طاحوش هما مجموعه فلاحه فلاحين يقسموا بعضهم دي بيان كوما تراكتور يقسموا بعضهم كل شيء واتفقوا على خاطر لو الى والربح ديريكت هو لهنا في كان في ناس يعملوا نفس الشيء كنا مبدعين نوليو فهمت كنا دي جورناليست كنا دي كاميرامان الكل ما هو حتى القانون الباز بيدو هو خايخ فهمت انت تقرا جوزيبا من بعد تلقى غيرك يعرف يشد كاميرا دونك هو يخدم وتحسب فريلانس والجو هذاك الكل معناتها المشكله من الاساس نتاعها شكون هم الصاع؟ هذيا اللي دوله ما عملتوش قداش فوالا ما فما حتى دونك نحن على ذاك عملنا لونسمون نتاع ايتود ليتود هذيا باش تكون من الاول خممنا قلنا نعملوا ليتود وحدنا مع بواد دو كونسلتين كيما يعملوا الناس الكل نعملوا ايتود على بوبولاسيون معينه باش نعرفوا شكون بودي لي ديفينير تعمل دي كارت كيما بطاقه صحفي ولا حاجه هكا باش من بعد تعرفوا شكون من الناس حابين نعملوا ايتود نحن وحدنا وبدينا فيها لقينا رواحنا نحن باش نتعبوا كل شيء اون بلو
بدومين كبير برشا، معناتها لازمنا فما بليزيور اسبي لازم نتعرضوا لهم. عندنا لاسبي فينانسي، لاسبي كولتوريل، لاسبي جوريديك، لاسبي سوسيال. اسكو نحنا شنو هما الانواع الموجوده في تونس؟ مش نفسهم تو كي نقراو لي زيتود اللي معمولين برا عندهم الانواع. فما يتسمى فريلانسور، راهو السالاريي واللي يعمل ضربات في الليل ولا في الويكاند. عندنا اللي هو ديما فريلانسور، معناتها على حاجه اخطر من الجهين يخدموا مع تحبيب عشوختي مش معترف بهم جمله. بين جو راكونت اون انيكدوت، عندي صديق يخدم انجينيور انفورماتيك، معناتها قعد 3 سنين في ديفلوبمون ويب في الدار يخدم فور دي جون، معناتها عنده ويدخل في برشا فلوس. مي لا ديسيدي ان جور اللي يمشي يدخل اللي يعمل دي زونتر مع شركات كبيره دي ملتي ناسيونال، الكل هم يسالوا نفس السؤال، انت في 4 سنين شنو كنت تعمل؟ يل ديزي على شاك فوا اللي هو كان يخدم في داره وما كانش يتقبل على خاطر بوغ يكذب ما يعرفش يعمل شيء. فوالا حاجه خطيره برشا. ماهيش توا في الكوميسيون الاوروبيين قاعدين ماشيين من هنا ل 2027 باش تولي ما عادش نقولوا كلمه موطن شغل. شغل يتنحى هذاك الموطن، معناتها ما عادش يسال كوير. قال كلمه وير باش تتنحى، تولي انت فاش تخدم؟ شو تخدم؟ مش وين تخدم؟ ما عادش جوب، جوب يحيوا يرزقوا ورك. ميرسي بوكو مدام جيهان مالك. كيف كيف سي احمد الهرميسي، هما رئيس جمعيه العمال الاحرار الفريلانس ونائبه او كاتبه الجمعيه هذه. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. نرجع بعدها لشيف. مرحبا بك فاطمه، مرحبا بكم ساده المشاهدين. رجعنا لكوجينه الماتينال. انا كيف ما قلت لكم باش نعمل المتبل، هالسلطه الشرقيه هذيا مشهوره برشا. يكفي انكم تاخذوا البتنجيل نتاعكم تغسلوه وتشويوه. انا البتنجيل شويته وهنا قشرته كيف ما قاعدين تشوفوا، دونك حضرته نحيت له القشره نتاعو. توا باش ناخذ بالفرقيطه نكرزيه بالكدا بالكدا هكا، يعني كيما مكحوريه نشد، سواء نعملوا بالفرقيطه سواء ناخذ بلانش وسكينه ونقصوا طريفات طريفات جيدين، نسطروا كيما سلطه مشويه هكا. دونك البتنجيل نتاعنا نحاول نغفصه مليح بالفرقيطه هكا، هو يتشوى يطيب من بعد يبدا طري، راه ما يقلقش الخدمه نتاعو. الباز نتاع المتبل على السلطه الشرقيه هذيا هو البتنجيل المشوي. البتنجيل المشوي يعطي نكهه من بعد جود فيماج في وسطه ياسر بنين. دونك يحضر البتنجيل نتاعنا بهالطريقه هذيا. انا البتنجيل نتاعي بارد، معناه ماهوش هو سخون، باش نحط له المكونات الاخرى تبقى طعمتها بنينه معاه. اول حاجه باش نحط هنا، باش نحط بصل احمر قصيته جيد، باش نحط معاه بصل احمر كميه محترمه من البصل. دونك يتخلط مع البتنجيل نتاعنا. باش نحط معاه طماطم قصيته مكعبات جيده كيف كيف. باش نحط معاهم معدنوس والا كزبر اخضر. دونك نقصهم ناعمين جيدين بالكدا بالكدا، ونحط معاهم شويه ثوم مرحي حاضر باش من عند فورنيتو، سهل عليا الخدمه في الكوجينه. دونك يعطيني نكهه بنينه برشا مع المتبل هذا. شوفوا المكونات محلاها ومزيانها في وسط السلطه. باش نزيد عليهم هنا مكون مهم برشا اللي هو عصير القارص. ناخذ جو سيترون، معناها كعبه قارص ونعصرها. دونك مش عصير بالسكر ها. دونك هكا هذايا الكل باش نفوحوا. اول حاجه زيت زيتونه، اخترت اكيد زيت الزيتونه اللي رافقني ديما انا في كوجينتي، هو زيت الزيان، هالزيت البيولوجي هذايا اللي نكهته ياسر عاليه ومهمته كيف ما قلت يحمي الشرايين نتاع بدننا. دونك هكا زيت الزيتونه نشخشخو بيه بالكدا بالكدا سليطه كيما نعملوا احنا السلطه المشويه التونسيه. مهم برشا حضوره في هالسليطه مع القارص باش ينقص لنا من الحده نتاعو هكا. نفوح هنا شويه فلفل اكحل ونفوح شويه ملح، ثم اللي يزيدها شويه الطحينيه والا الصوص سيزام احنا نقولوا اللي هو جلجلان المرحي هذاك، يعملوا به طحينيه والا صوص سيزام يسموها بالفرنسيه. دونك هكا كريم دو سيزام احنا نقولوا. يتخلط هذايا الكل مع بعضه بطريقه سهله برشا، مكونات ياسر بسيطه. نكون حضرت سلطة شرقية جديدة على الطاولة التونسية، ماهيش مألوفة برشا، لكن في الشرق ياكلوها ديما ترافق، خاصة
المشويات احنا نجم ناخذوا دي بروشيت من عند دجاج مليحه نشويهم ونحطوهم يرافقوا السليطه نتاعنا هذه. انا المتبل نتاعي حضر نتعدى للشيف فتحية نحب نشوف فيت في معها كيفاش باش تحضر لنا الباتاشو كيفاش تزينها بالسكر الكعابر هذه قال تعقيق نتاع السكر سكر بيغلي بيغلي اها انا هذه الباتاشو بديت نحط لها بشويه بشويه قلت لكم العظم نحبه يبدا مركوز باش وقت اللي ما عادش تقبل هي العظم انا نركح لكن ما نعرفش على روحي حطيت شطر عظمه ولا ربع عظمه يلزم يكون مركوز باش وقت العظم يبدا متناسق يمشي كله مع بعضه معناها يحتمل فيه ابيض واصفر مخلط وكان باش نمشي بالعظمه بالعظمه ما نعرفش نحط الاصفر نحط الابيض هذاك علاش نقولوا نركضوا العظم اونوملات اللي باش يدخل للباتاشو يلزمه يكون مركوز باش وقت اللي نركح عليه يقعد ليكيليبغ نتاع البات سورتو ما تدخلش بعضها خاطر كل شيء فيها بالميزان وتعرفوا لي باتيسري ديما فيها ميزان هذاك علاش يلزم نشوفوا مازالت البات يابسه شويه معناها باش تاكلي ال 11 عظمه اللي حطيتهم 12 انا حطيت مش 11 قلت لكم تاكل 12 ولا 13 عظمه انتم تتبعوها انا من الاول نحط 11 ومن بعد اذا كان يلزم نزيد كعبه زدتها ولات 12 إذا كان لقيتها باقي ناقصة رخف باش تجيني مكبشة معناها مكبدة راني نزيد عظمة أخرى لكن كيفاش نزيدها؟ لازم نزيد شطر عظمة، شطر العظمة هي هي نركض أونوملات ونزيد شطر معناها نصب بشوية بشوية ما تظهر كأني باش تزهزها هذه نخلطها ومن بعد نعمل البوشاج نتاعي. فوالا نرجع لكم الكلمة فاطمة ومرحبا بك. صحة لشيفة لو احنا نمشي توا وقيت أبراج مع عميد الفلكيين سي عمار الورتاني. تحية لكل من يشاهد هذا البرنامج الشيق مرحبا بكم. مش نعطيكم أبراج هذا الأسبوع ونبدو ببرج الحمل. أحداث غير منظمة تخليك تأخذ قرارات سريعة يمكن فيها خطر على خدمتك. بالنسبة للعاطفة الشكوك والشعور بالقلق من الناحية العاطفية. الصحة عليك بالراحة في هذا الأسبوع لأن بدنك في حاجة للراحة. الثور معنوياتك مرتفعة برشا وأفكارك ناجحة لكن ثم خلافات مهنية أنت قادر على تغييرها بدون مساعدة لأن عندك المادة الشخمة ما شاء الله قادر على هذا. العاطفة كثرة الغيرة تسبب لك في الفراق مع الحبيب الدقنقين ياسر مش باهي ثم ناس تغير في وقته ثم ناس تغير بدون أي شيء. الصحة تلقى في حبيبك الدعم والإخلاص حذيه وما تسلمش فيه اللي يعطيك كتفه ويحذيك ويساعدك ما تسلمش فيه بالعكس يزمك تشريه. الجوزاء أوضاعك صعبة ابذل مجهودك في العمل أكثر فأكثر للحصول على مبتغاك. العاطفة تتخذ خطوات جريئة لتحسين وضعك العاطفي. الصحة ابعد عن التدخين ومارس الرياضة خصوصا الرياضة في الصباح رايباهية مفيدة ربما أكثر. السرطان تتحصل على فرصة جيدة إذا كنت عاطل عن العمل وانت متفائل وإرادتك صلبة. العاطفة أسبوع دافي ومطمئن فيما يخص أمورك العاطفية. الصحة حذاري من أوجاع المعدة وسببها الوجبات السريعة. الأسد الحظ يهدي لك فرص ثمينة في العمل وإنجازات وتستمع بتنفيذ وأفكار مدهشة واصل في نفس الطريق عندك النجاح بإذن الله إن شاء الله. العاطفة أسبوع غير مناسب للغرام جراء علاقات مع الحبيب. الصحة عملية انتعاش بعد مشاكل صحية. العذراء أسبوع إيجابي يوعدك بالنجاح على الصعيد المالي والعملي والدراسي. العاطفة مشاعرك السلبية تخليك تنفذ أحبائك وتنجر عليهم خلافات عائلية. الصحة
في قمة النشاط والحيوية. إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. الميزان هذا الأسبوع الأجواء تشجع على تقديم المزيد في المجال العملي. بالنسبة للعاطفة يجلب لك الفلك المصالحة والحنين. الصحة أوجاع في مستوى الظهر والمفاصل وخاصة في هذا الفصل. العقرب تغيير سعيد في حياتك المالية والمهنية والعائلية، واصل في برنامجك. العاطفة تختفي الخلافات وتنتعش الروابط مجددا. الصحة هدي أعصابك خصوصا نهاية هذا الأسبوع من الأرهاق. القوس تتصالح مع الدنيا وتنجر أعمالك بقدرة غريبة وتستحق التهاني والتقدير وتحقق أرباح. العاطفة تعيش أجواء رومانسية. الصحة حذاري من الأوجاع في مستوى الظهر والمفاصل. الجدي فرص النجاح بالزياد وتنجم استغلال الطاقات لصالحك والنشاط نتاعك. خليك تواجه أي تحدي دراسي أو مهني أو اجتماعي. العاطفة تعيش أوقات عذبة مع الشريك وتحلم أحلام رائعة هنية مع الحبيب. الصحة ابتعد عن المواقف اللي تسبب لك التوتر. الدلو تقوم بمشروع بديت فيه منذ فترة وتلقى الدعم من العائلة، لكن التحمس يجيب الحظ. العاطفة تشعر بالحنين الماضي. بالنسبة للصحة على قد ما أنت باهي تملك سرعة الغضب قوية، فلهذا هدي أعصابك ونقص من الغش باش ما تخسرش أحبابك وأصحابك وتخسر الحبيب نفس الشيء. أما بالنسبة للحوت الحظ إلى جانبك، الحظ بمعنى ماشي معاك باهي دائما. تكلم بوضوح وثيقة واترك الباقي على الله والقدر. العاطفة تستعيد حماسة الأيام مرة أخرى. العاطفة تستعيد حماسة الأيام الماضية وتصغى إلى كلمات حب. بالنسبة للصحة تتلقى علاجك بشكل منتظم. نفس الشيء نحن في الشهر هذا هو برج الدلو. مش نقوله برج الدلو هو متناقض في كافة الميادين، رقيق في الحب، خجول، مهذبة، جذابة، ساحرة، مخلصة، غامضة، أنيقة في ملابسها وتنسيق الألوان. قراراتها سريعة وتكره الشك والغيرة. المال بالنسبة لها من الأشياء الثانوية وتحب التنقل من موضوع إلى موضوع بسرعة. هذا برج الدلو من الرجال من 20 جانف إلى 18 فيفري. شخصية محببة مألوفة، لديه الكثير من الأصدقاء ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها. متمسك برأيه في النقاشات وسرعان ما يعترف بالخطأ متاعه، وعنده الصحة وكسوحية الرأس مع شريك في النقاش. تحية لكل من شاهد هذا البرنامج وشكرا. هذه كانت أبراج نهار اثنين، دونك نرجع بعد شفة حياة. مرحبا بك فاطمة ومرحبا بضيوفك. أنا حبيت نوري كيفاش نصب هالشوكات هذوما وتنجموا راهو تعملوهم بالمغارف. أنا نستسهل ديما البوش باش نخدم بها، الباتاشو نتاعي نعبيها في البوش ونقعد نصب فيها، لكن نصبها انتقالية كما قلت لكم مرة أخرى باش تلقى بقعة فضاء وين باش تنفش. تصبوها هكايا كما ريتوني توا، ومن بعد ناخذ هالسكر هذا نتاعي هالسكر بيغلي ونعبي لهم وجههم. معناها قد ما تصبوا عليهم توا تعطيوهم بالقداس السكر قد ما
بعد تشوفوا كيفاش باش نعمل الزايد اللي في الطبق ما تخافوش منه، الكل باش نحيه ونعاود ناخذه ونعاود نحطه للطبق الثاني. حبيت نوريكم كيفاش نخدمهم باش اكيكا لي تكنيك الكل يبداو عندكم. تشوفوا فيه كيفاش غرقتهم مليح مليح مليح، بل تنجموا تلفوهم حتى مرتين اذا كان فما بقايع ما خذاوش سكر، عاودوا لهم مره ثانيه. هذايا الطبق نتاعي خذا السكر الكل، نهز الطبق ونحاول نضيعك السكر هذاك اللي يركح الكل، نعاود نهبطه بالسياسة ما بين الكعبة والكعبة، نشد الكاغذ نتاعي بالطبيعة ونهبط ولا هذاك هاكا ما ضاع حتى شيء، واللي شوكات كلهم مغلفين مليح، والسكر الزايد الكل يمشي في وسط معناها ريكوبيراسيون. تو كي تيبو تو تشوفوهم كيفاش الكلهم مغلفين بالسكر، والسكر هذاك ما يذوبش. تو باش نرميهم في كوشة 180 ومن بعد هما يتنفخوا ينفجوا مليح في الكوشة باش معناها ياخذوا الفورمة نتاعهم، وانا نطيح النار لل 170 يتيبوا في ال 170 هما يحمروا، ونقص ال 100 ل 160 باش يشيحوا. هذوما تخوا زيتاب نتاع الترتيب نتاعهم. ولا فاطمة ليك الكلمة. ميرسي بوكو شيف فتحية وقايد لايف ستايل مع حبيبة رحالي. تفضل حبيبة. صباح الفل والياسمين للناس الكل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من روبريك لايف ستايل في إيميسيون الماتينال. أنتم زادا كان تحبوا تكونوا موجودين بحضينا تبعثوا لنا على باج الماتينال بالفرنسي وبالعربي الماتينال إنبوكس، دونك تبعثوا لي كرياسيون نتاعكم. مرحبا بكم بحضينا اليوم بحضينا أون مارك كالعادة تونسية، أون مارك كيفي لي أكسسوار لي بوفان. هي باي فاني واكيد لاكرياتريس هي الموجوده بحضنا اليوم اللي هي فرح فتوحي، باش نحكيو على كيفاش بديت، شنو تعمل توا، وشنو المستقبل نتاع الماركه باي فاني. صباح الخير فرح. صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله عايشه. في الماتينال؟ وي. مرحبا بك يا لالا ملا في الماتينال. بيان وميرسي على الانفيتاسيون تو دابور. مرحبا. فرحانه برشا لينا معاك. واحنا زاده فرحانين برشا اللي انت بحذينا في لايف ستايل بور فوار الحاجات المزيانين اللي انت تخدمها. وقبل كل شيء فرح، واول سؤال نبداو به، شنو كنت تعمل انت في الدنيا؟ وقتاش تو ديسيدي انك تكون عندك بايفا فاني؟ انا كملت لي زيتود نتاعي دبلومي ان كوميرس انترناسيونال. داكور. بعد عملت اون بيتيت اكسبيريون مع كلك سوسيتي، وكي لقيت روحي في الدار ومعناتها وليت باش ندخل في الروتين وكل، قلت علاش ليه ما نشوفش انا نعمل شي حاجه باش ما نقلقش، ونعرف في تونس فما مشكله الشوماج برشا، دونك ما نقعدش معامله كان على وقتاش باش تجيني خدمه. بديت بشويه بشويه كل مره نعمل حاجه. شافي اون فورماسيون قبل كل شيء ولا وحدك هكا كمعلومه؟ وحدي في بيتي عامله كوان نتاعي مسميته لاتوليي نتاعي ديجا. كل مره نعمل حاجه حتى لين عملت الكوفان الاول. قعدت اختي تخدم كل مره يهزوا حد فينا حتى لي هذا قالها منين تقولها اختي، قالت لي بوركوا با تولي تعمل لي كوفان، راهو برشا بنات عجبوهم وكل. قلت فازي علاش لي، بديت كل مره نعمل كوليكسيون صغيره وقاعده تخرج الخدمه نتاعي، والحاجه الباهيه كل عبد يكمندي من عندي، حتى في الصيف في الشتاء لازم يقول لي هيا فرح فازي اعمل حاجه جديده ما تقعدش. دونك فرح انت تعمل كان لي كوفان ولا حاجه اخرى؟ بديت باللي كوفان ولي زاكسيسوار، اما اكثر حاجه توا مركزه فيها هي لي كوفان، وبوركوا با نشوف حاجه اخرى زاده علاش لي يكملوا بعضهم طوليك الكل. الوغ فرح انت تعرفت بالكدا اللي في تونس فما برشا ماركات توا يخدموا على القفة التونسية، والغريب ولا الحاجة المزيانة برشا اللي حتى الماركات الكبيرة اللي نعرفوها اللي تخدم مش دي بتيز ارتيزان ولا دي كرياتور ولا ماركات تونسية صغيرة، اما ماركات كبيرة ما نجموش نقولوا اساميهم توا خرجوا الكوفا في الكوليكسيون نتاعهم، معناتها نلقاوها في الكل. انا البارح بركا مشيت بور فيغ لي سولد، معناتها نلقى الكوفا التونسي بالسعف بالقماش دونك فوالا برشا عباد يعملوا الكوفا. شنو اللي يخلي القفة نتاع فرح العباد كي يراوها تعجبهم ولا يشريوها وديفيرونت على الاخرين؟ اول حاجه ديما القفة ما نحبش معناتها احنا البنات اون جينيرال ولا نسينا نغزو
كلها كان للبحر ولا العروسة كي تجي تعرس تحب على قفة للحمام. ماذا بيا أنا القفة متاعنا التونسية تولي معناتها مش نستعملها كان في الصيف في الشتاء في كان واحد ماشي فواياج علاش لي ما يهزش قفته معاه كان في خدمة كان دونك جيسي ديجا خرجت أنا كوليكسيون ستيل هاند باك وقاعدة خرجت لي فما عباد تحب توسكي تراديسيونيل بالخمسة متاعنا التونسية فما اللي حب توش جوست اكسسوار والحاجة اللي أنا ديما نخدم عليها نحاول باش نخرج دي كرياسيون اونيك حتى وكان نعمل دي كوبي ما نفوتش خمسة ستة كوبي تنقول لهم سينو راني باش نعمل دوتر موديل وتشوفوهم معايا وجيسي باش ندخل لي تيسو في وسط القفة والحاجة اللي ديما نخدم عليها هي الفينيسيون معناتها ناخذ وقتي باش كي نخرج حاجة الكليونت كي تاخذ من عندي لازم باش ترجع لي كيلكو سوا ليها هي ولا باش تشوف الأمة ولا حتى عندي شكون صحابي يحب لمرته ولا خطيبته وهذاك علاش نولي باش نخدموا عليها قفتنا وناخذوها وننساو شوية اللي سكما اللي توا باغابوغ الدينار طاح برشا غلي ولا فخي دونك سي فغي. أنت ذكرت حاجتين مهمين برشا الحاجة لفينيسيون اللي خاطر برشا اللي يتفرجوا فينا وعبيد نسمعهم يحكيوا ويقول لك ماركة تونسية دونك لفينيسيون مش باش تكون باهية كيف ما نلقاو في لي غروند مارك كوم كوا ألوغ كو سي با فغي هذا هي حاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي أنا ماذا بيا نسألك عليها هي حكيت على تعمل لي كوبي نتاع الخدمة نتاعك تاع الكرياسيون نتاعك فوالا أما فما برشا ماركات توا يقول لك فما برشا بلاجيا في السوق قفتي أنا كما قلت لك سورتو لو كوفا هو حاجة ياسر ديليكاتو على خاطر برشا يخدموها دونك كيفاش تعمل فرح كيفاش تعمل ريغيرش نتاعك باش تكون القفة نتاعك مش كيف نتاع لي مارك أول حاجة أنا ديما نحب نخدم كما قلت نحب كي نخرج حاجة نقول يا هذايا كي تهز الكليونت الكوفا ما تقولش يا شفت شكون هز منها ولا كيما في الصيف كي تخرج كوليكسيون تلقى الناس الكل كوبي كولي ناخذ وقتي نعمل لي ريغيرش نتاعي ديما انا نحب برشا لي كولور نحب كي ناخذ حاجه مثلا كي ناخذ الخمسه هكا الموتيف ندخل عليه لي بيرل ندخل عليه لي كولور حتى كي نعمل الفيرمتور نتاع الكوفان نعملها وحدي هاند ميد حتى لي ما معناتها نحب كي تخرج حاجه ان شاء الله يا ربي تقول هذه القفه تيان فرح عملتها اللي هي باي فافاني المارك نتاعي حتى هذه الموديل كي خدمته معناتها في الصيف خرج على الاخر وعجبهم الناس الكل علاش خاطر حاجه ظاهره نتاع فرح ما هذاك علاش ديجا سي تري بو تتعامل مع لي زارتيزان في القفة الحقيقه مازلت ما ان شاء الله نحب علاش لي نولي نحط لي موديل نتاعي في دي كونسيبت ستور ولا نشارك في دي زيفينمون مي مازلت كي بديت شويه بشويه ما عنديش عامين انا من اللي بديت اما جيسي ان شاء الله الماتيير بروبيير منين تاخذها فرح موجوده والله موجوده عندنا في تونس موجودين والحاجه البية كي تهبط لسونتر فيل معروفين موجودين لي ماتيير بروبيير تلقى شكون ينصحك يلقاك سورتو غرام ماكش معناتها قريتها ولا مشيت خذيتها من عند شكون يوريك يوريك لي ديتاي باش كي تغلط المره هذه تعاود المره الجايه تخرج حاجه فريمون بيان فيني وهذيك الحاجه اللي انا ديما تشجعني حتى كي نهبط باش نشري يقولوا لي فازي فرح ما ترقدش مش خاطر جاي شتي هيا وك تعرف احنا الشوماج وقاعده في الدار دونك لا روتين جيسي ديما باش نكسر الروتين نتاعي ديجا نشجع انا لي جون على الاخر ما فماش حد تولد يعرف اللي هو عنده دوي بالحكايه هذيك حاول جرب حتى اللي تلقى حاجه اللي تحبها وكي تخدمها كي تخرجها تقول محليها وان شاء الله اللي ياخذها يبدا فرحان بها كيما انا كي نخرج موديل نبدا فرحانه بها على الاخر. ميرسي بوكو فرح. عايشك حبيبه. كنت محلينا الماركه نتاعك هي باي فافاني. باي فافاني. تربيشتك فافاني؟ اي. داكوغ. مليانة دونك شرفتنا محليك ومحلى خدمتك ومحلاها الروح والانرجي بوزيتيف كو تديكاج. tu dégages donc ma bina لو كان تقول للناس اللي يتفرجوا فينا فاطمة تضحك على ماذا بينا يولي يدير مش نقول ماذا بينا دونك ماذا بينا لو كان تعطي الباج انستغرام فيسبوك نتاعك وكلمه للناس يتفرجوا فينا باج انستغرام نتاعي بايفا فاني ولا سور فيسبوك تلقاوني فرح فتوحي ولا ان شاء الله جو لانسي الباج نتاعي قاعده نخدم عليها ونقول لي جون ما ترقدوش ما تايسوش مش خاطر ما جاتكمش خدمه معناتها راهي الدوله ما فيهاش حاولوا تعملوا اي حاجه شوفوا رواحكم فاش تلقاو رواحكم دوي وبشويه بشويه اكيد العبد يوصل ديجا انا اليوم الانفيتاسيون اللي جيت مع جماعه ما كنتش نستنى فيها اما فرحانه برشا وميرسي بوكو ليكيب الكل مرحبا بك يا عايشه كي عايشه للناس اللي يحبوا يكونوا موجودين بحضنا كيف بايفا فاني تبعثونا على باج الماتينال الخدمه نتاعكم لي كوردوني نتاعكم هنتصلوا بكم بيان سور الكلمه ليك يا فاطمه ميرسي بوكو حبيبي يعطيك الصحه فرح احنا نشوفوا توا روبريك على الحيط مضاء زملتنا مونيا الحرز
عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة لأهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليامات. الخبر الأولاني عبارة على حالة اجتماعية تستوجب المساعدة. جهاد صبري لعمر 19 سنة، أصيل ولاية القيروان، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما ينجمش يتكلم، ما ينجمش يعمل حتى شيء. جهاد يستحق المساج كل نهارين، والظروف المادية الصعيبة لعائلته تخليه قدام تخلف متواصل عن جلسات المساج نتاعو. والد جهاد هي اللي لاهية بكل شيء، تنظف له وتهزوا وتحطوا وتوكلوا. ونهارت اللي تمرض الأم، جهاد يقعد من غير ماكلة ومن غير أي عناية، لأنه كأبسط شيء ما عندوش حتى كرسي متحرك باش يسهل تنقله على الأقل. جهاد يستحق اليوم لشوية مساعدة متوانسة باش يوفروا عليه وعلى والدته شوية عناء وتعب في تفاصيل الحياة اليومية. واللي يحب يعاون جهاد ينجم يتصل برقم والدته حبيبة فرحاني على 92 329 773. الخبر الموالي خبرت ناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام يحكي على امانه مواطن تونسي. مكرم هلالي سائق تاكسي يعيد 75 مليون الحريف كان نساهم داخل التاكسي، وزيد بعد ما رجعهم له رفض المكافاه من عنده. الاراء والتعليق تسارعت على الخبر، وبين مستغرب ومعجب بامانه هالتاكسيستي فما شكون قال صحيح فرط في مبلغ مالي مهم لكنه كسب بالاحترام والتقدير. الخبر الموالي يحكي على والدة المرحوم تقي الدين اللي كان يعاني من مرض قصور في القلب. قامت والدته بالتبرع بالأموال اللي تم جمعها في حملة التبرع وقيمتها 200,000 دينار لصديق ابنها اللي يعاني من نفس المرض. وقالت الأم في واحدة من الإذاعات أنه ولدها كان وصاها باش تبرع بالأموال لصديقه بسام، وهو أب لزوج أطفال ويحتاج للخضوع لعملية جراحية مكلفة. وكما كانت وصية تقي اللي تفاعل معاه التوانسة بشكل الكبير، حقت الأم وصية ولدها وربما يكون تقي في الحالة هذه سبب في شفاء الأب وعودته لصغاره في صحة جيدة بإذن الله. هذه كانت أخبار على الحيط، ومعنا تليفون مع مدام حبيبة فرحاني والدة جهاد سمري اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. صباح خير مدام. أهلا بيك. شحوالك؟ الله يخليك ينورك يعيشك. مدام حبيبة، كان تحكينا على الوضعية متاع ولدك جهاد. والله ولدي جهاد ولدي عمره 16 سنة مرهق، يعني تكونت له من الولادة الإعاقة متاعو. ولدي أنا نسكن في بلاصة ريفية، ولدي لا قرا لقيت باش نعالج، والعلاج متاعو ناقص. ولدي يحب مساج والدواء ديما يتعامل معاه. فهمتك. وأنا نسكن في بلاصة ريفية وبعيد على كل شيء، يعني هو يعدي يعني عنده في القصاب وفي القروان يعدي. والله ثم رانديفوات قصيت عليهم، وكيما أنا مشيت للرانديفو الدواء في المستشفى حدا يقصوا علي. فهمتك. باهي مدام حبيبة، أنت شنو طالبة معناها الجهاد على خاطر جهاد شوف ليه؟ نايا طالبة، ولدي طالبة يعاونوني عليه على الدواء نتاعو والمساج، ناقص برشا حاجات. ولدي حتى الشهرية نتاعو مش بياخذ فيها، يعني شكيت ولدي نشكي عليه من اللي عمره 5 سنين، حتى على شهرية ذيك الشيخوخة نتاعو للحاكم باش ولدي ما نجمش. ولدي كوش وماكلة خاصة، حتى الماكلة ولدي ماكلة يحب ماكلة خاصة مع دواه مع ولدي مش موفرت له كل. شنو المشكلة نتاع الشهرية؟ علاش مش ياخذوا فيها؟ نعم. علاش مش ياخذوا في فلوس؟ ما عطونيش قسما بالله، حتى من المعتمد مشيت له. شنو نشتي معايا وليت ساكنه عندها كل نهار شكيت تقول لي هاو باي ومازال عمره ما وصلش ال 50، ما نجمش نعطيك. خلاي عمره باي يحط عمره هو باي 30 سنه وما يقدرش نعمل له انا. فهمتك. مادام الولد نتاعو يخدم ليه؟ والله يعامل يوم يخدم وباي يخدم اللي فيه، ما عندوش حتى خدمه قاره يعني شاد فيها الخدمه اللي جايه يخدمها. باهي مادام حبيبه، انتم وين تسكنوا بالضبط؟ نحن نسكنوا فيما في تعديت السباخة، ما نسكنوا برا في الريف مش في السباخة، نسكنوا فيما تعديت السباخة في الريف في الشقفية. وين هذه تبع السباخة؟ في القيروان. في القيروان، معناتها تبع ولاية القيروان. باهي. تبع ولاية القيروان الله يخليك. باهي، مدام حبيبة نجم نعطيو تليفونك باش الناس تطلبك اللي تحب تعاون بمساج تعطيكم حق الدواء. مش خاصك يعاونوني حتى على ماكلته، وحتى ولدي حتى الماكلة نتاع مش موفرتها له الماكلة نتاعو بالكدا والكدا، ولازم ياكل ماكلة صحية تعاون على جال ولدي ما نجمش. ولدي كيف ما قراش، كتشوف الذكاء نتاع ولدي والفهم نتاع ولدي وولدي ما قريتوش، عجالي في بلاصه بعيده وما قلت كيفاش قري ولدي. كتشوف يحب يقرا، يحب يجاهد، يحب كتشوف الذكاء نتاع ولدي والفهم نتاع ولدي ما يقراش ويقرا الروح وبالفكر نتاعو. كتشوف ولدي كيفاش تقولي هذا كيفاش قعد هكا، ولدي عمره 17 سنه راه. فهمتك. تعبت ما تعبت على الاخر ولدي، زاد تعبت.
باهي مدام حبيبه، ما غير ما تبكي وان شاء الله نلقاو حل الجهاد. بون الله يخليك يرحم والديك يعيشك، شوفوا معايا حل الله يخليك. باهي احنا باش نعملوا نداء صغير للناس اللي تحب تعمل الخير. جهاد سمري عمره 17 سنه، هو مقعد ما نجمش يتحرك، كان مش والدته توكلوا والا تنظف له، راه ما يلقاش شكون ينظف له. ونعاود نقول لكم بالحق، اذا كان امه مثلا تقرب تقعد حتى نهار في الفرش، الطفل هذا ما نجمش لا ياكل لا يشرب لا يمشي للتواليت حاشاكم، دونك باش تعرفوا الظروف بالضبط. دونك هما مش طالبين حتى شيء، طالبين انه اذا كان يعمل مساج باغ اكزومبل على اطرافه ممكن يولي يتحرك، ينجم حتى ياكل وحده، فهمت؟ دونك نحب نعطي رقم والدته، هو 92 329 773، 92 329 773. هذا رقم مدام حبيبه فرحان ولدة جهاد، وان شاء الله المسؤولين سواء في القيروان ولا غير القيروان اللي سمعوا الكا هذا، راهو طفل مقعد وما نجمش يتحرك، وابسط شيء ينجم يعاونه هو مساج ودواء باش ينجم ينجم حتى ياكل، ينجم حتى يشرب وحده. دونك ماذا بينا تخموا شويه في الحكايه هذه وتحسبوا كيما ولدك ولا كيما بنتك. دونك نرجع واحده شفا ايوب نختموا معاه. يعطيك الصحة فاطمة، مهم برشا توانسة أنهم يتعاضوا وأنهم يعاونوا بعضهم، هذه امرأة محتاجة هي ولدها صغير ميسالش كي نعاونوهم، وهذه حاجة أكيد مش غريبة على التوانسة الكل. التوانسة الكل أنا اليوم من كوجينة الماتينال نقول لكم عملت لكم زوز وصفات على السريع ما يتكلفوش برشا، أكثرهم خضرة منفعة صافية. دونك الطبق الأول كان كيف ما شفتوا جراتان حضرناه بالقرع الأخضر، حطيت في قلبه أنا شوية دجاج مفروم من عند مليحة، حطيت معاهم شوية بصلوس في النار طيبتهم، هذا الكل في شوية زيت زيتونة من عند الزيان، فوحناهم ملح فلفل أكحل شوية، ثوم فورناتو وكان الفارس حاضر في وقت قياسي فوق منهم، حطيت بشاميل اللي عملناها برشا مرات أكيد، شوية فروماج ونحطهم يدخلوا للكوشة في معناها في فترة وجيزة يكون عندك البلان تاعك حاضر معاهم. هما حبيت نعمل سلطة شرقية، السلطة هذيك كما قلت تمشي برشا مع المشاوي، تنجم تاخذ شوية مرقاز من عند مليحة ولا شوية بروشات زادت تشويهم، يجيو خارقة العادة معاها، مع شوية فريت ولا شوية روز تجيب لينا برشا. سلطة اخترتها اليوم باش تكون متبل البتنجيل، خليت البتنجيل نتاعنا شويناه قشرته ومن بعد هرسته بالكدا بالفرقيتا بالفرشيطة، وعملت معاه شوية بصل شوية طماطم مقصين مكعبات جيدة كيف المعدنوس، قصيناه جيد، زدناهم ثوم من عند فورنيتو، زيت زيتونة وملح وفلفل أكحل، وكانت حاضرة الوصفة نتاعنا زادة كيف ما خذتش منها برشا وقت وما خذتش منها برشا مكونات، ما اكثرش من هكا سهوله، ما اكثرش من هكا حاجه سامبل تعجبكم اكيد كان تجربوها وتذوقوها، هذه اللي حبيت نودكم به. نحب نودكم بحاجه اخرى اللي هي تلقاوها في الاكاديمي دي شيف ان شاء الله. الاكاديمي دي شيف نعاود نذكركم بالادريس نتاعها، موجوده في 14 نهج الامام الرصاع مون بليزير تونس، والا تنجموا تتواصلوا معنا على صفحه الفيسبوك الاكاديمي دي شيف كيف على الرقم 23-06-14-14، الرقم 23-06-14-14. هذايا للناس اللي مهتمة باش تعمل فورماسيون في الكوجينة، وخاصة احنا أطلقنا دورة متاع تكوين سريع باش تكون انطلاقا من 15 فيفريي ان شاء الله كنحب ربي الى 15 ماي. الدوره هذه باش تدوم 3 أشهر، فيها الكوجينه وفيها الباتيسري، كل واحد واش يحب الاختصاص نتاعو اللي يعملو تلقاوه عندنا كيف ما قلنا في الاكاديمي دي شيف. من عندي نقول لكم الى اللقاء، ملتقانا ان شاء الله نهار اثنين باش نقدموا وصفه جديده، ملتقانا نهار ثلاث سامحوني باش قدموا وصفه جديده وبنينه وحاجه خارقه للعاده اكيد معايا انا شيف ايوب شفتر. من بعد باش نخلي لكم شيف فتحيه تخدم معكم بالحلو والبنين والمزيان. الى اللقاء. ميرسي بوكو شيف ايوب. الوغ ظهر لي قايت تنبير، طب ماذا بينا شويه تنبير؟ ماذا بينا شويه تنبير؟ يا نهار باش تخدم عليك انت. اوكي، على السلامه ومرحبا بكم في نشره الخنار. الاخبار الاولاني يجينا من برنامج تو نوف على قناه التاسعه، وين جبدوا على مريم الدباغ وبالاخص على الكلام اللي قالته على رشدي بلقاسمي اللي كان حاضر معاهم في البلاتو. نشوفوا مع بعضنا الاكستري. كنت انت بعد الفيديو هذايا هبط اون فيديو وقلت فيها واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل، وقلت زيدا اللي انت باش تدخل لكتاب التاريخ وانتم باش تقعدوا في مزبله التاريخ. اقل ما يقال. انا ساعات نتسائل كيفاش نجم نجاوب على الانيغونس على الجهل هذايا، خاطر من طبعي ما نجمش نجاوب الجهل بالجهل. رشدي بلقاسمي يعطيه ألف صحة ما يجاوبش الجهل بالجهل وقرر ما يجاوبهاش. برافو عليك يا رشدي. شنو ما تقولش جاوبها.
جاوبها. والسيدة هذه أثبتت بكل بجدارة معناها أنها الجاهلة رقم واحد في تونس، جاهلة باهية، جاهلة بتاريخ تونس بحاضره وبمستقبله. السيدة هذه ما تعرف حتى شيء على هالبلاد. السيدة هذه ما تربطها بها بالبلاد هذه كان اللغة اللي تحكي فيها و وقعد يسب فيها أكثر من دقيقة ونص. كي أنت ناوي باش تجاوبها علاش عملت فيها بطل؟ تفرحنا بعد تجبد بينا؟ خيط عليك. إيه الخبر الثاني على الإعلامية العربية حمادي اللي حضرت مع محمد الخماسي وحكيت كيفاش سامي الفهري وقت اللي هي هاجمته عرض عليها تقدم برنامج حكايات تونسية، لكن هي رفضت والكلام هذا عنده عليه أدلة تنجم تواجهه بها كان نهار كذبها. شوفوا بالضبط هي اش قالت. تو معقول أنا باش نقول كلمة هو نعرفه باش يسمع وينجم يطلع يكذب؟ هو سي توتا في نورمال. أما أنا عندي ما يثبت كي هو يكذب، نعمل أنا لايف ونهبط اللي يثبت. سامحني تعمل شنو؟ نعمل أنا لايف. متأكدة من كلامك؟ سامحني أنت ثقافتك أنجلو ساكسونية. أري وشور؟ يعني ما تنتظرش حاجة تخرج مني ماهيش صحيحة، مستحيل. اتخذت على راسك يا سيري باش تهبطك اللايف على حياتك. آخر خبر نبعدوا فيه على جوج مع بتاع التوانسة ونحكيوا شوية على كعبة البونبون أنسي عجرم اللي في ممكن برشا في بالكم إنها مازالت ولدت بيبي وجابت بنوتة ولدتها كيكة عندها ثلاثة بنوتات ما شاء الله. برشا نساء عرب مغرومين ياسر بنانسي ويحبوا يعندوها في كل شيء. منها نساء العرب فما برشا توانسة يستنيوا في نانسي باش تولد ويعرفوا الاسم اللي اختارته لبنتها باش يعندوها ويسميوا بناتهم على اسمها. الكل هنسي نحب نقول لكم فك عليكم واختاكم. نانسي سميت بنتها ليا. وكان تحبوا أصحاب بناتكم نهار آخر في المكتب يتمقروا عليهم تتدردح مشيت تتدردح جيت أموركم ليا بالعربي هكا ها باش تخونا رفات ولا بخشن باهي من لايف لليا تقرا فيها ليا يعطيك الصحة. دونك أنا نحب نذكركم قبل ما نمشيو الحبيبة إنه ليبرتا فواياج توفر لكم زوز رحلات لتركيا. الرحلة الأولى باش تكون من نهار 16 نهار 22 مارس، تخلصوا 1,790 بيان سور، إذا كان نحكيو بالفاسيليتي تخلص 399 دينار من الأول ومن بعد 199 دينار على 7 أشهر، وإذا كان فلوسك موجودة تخلص 1,690. الرحلة الثانية من نهار 21 نهار 27 مارس 1,890، إذا كان بالتقسيط تخلص 890 دينار من الأول ومن بعد 250 دينار على 4 شهور فقط، وإذا كان فلوسك موجودة خلص 1,790. معلش يمكن يطلبوا 71 90 56 56 وإلا 20 782 782، وإلا يدخلوا على السيت www.libertavoyage.com لاباج فيسبوك ليبرتي فواياج تلقاو اللي قاعدين نقول لكم في الكل اون ديتاي إذا فوزافي غاتي حاجة. وديما نقول لكم راهي اسطنبول فيزيتي مرة واثنين وثلاثة الاختراع بالعاصمة مزيانة برشا فيها بليزيوغ حاجات في برشا حاجات افوار دونك برا وبرا وبرا. دونك حبيبه الاجندا وي داكور. صباح الفل والياسمين للناس الكل، مرحبا بكم في اجندا الماتينال نهار الاثنين اللي نبداوها اليوم بان ايفينمون بدا البارح ويتواصل الغدوه اللي هو المهرجان العربي للجمال والموضه في دورته الثالثه. تلقاوها في سوسه في افنيو لي زورانجي في سوسه. دونك غادي باش يكون فما برشا خبراء من الموضه اللي جايين من لبنان وكذلك من تونس. دونك المهرجان العربي للجمال والموضه يبدا كل يوم البارح اليوم وغدوه العشره متاع صباح ويتواصل حتى كشي للسته نتاع العشيه. نتعداو للايفينمون الثاني اللي هو يجينا من لانستيتيو لي ام سات في سي اون فورماسيون في الجامعه هذيا اون فورماسيون غراتويت في لاسيستانس جيستيونير تبدا اليوم مع العشره نتاع الصباح. نتعداو للايفينمون الثالث كيف كيف فيما يهم ديما نهار الاثنين هو نهار نتاع دي فورماسيون نتاع تكوين برشا. دونك جو دون لي بون بلان اي لي ادريس تلقاو اليوم على الناس اللي يحبوا يعرفوا النيفو نتاعهم في الانجليزيه. دونك ان تيست غراتوي نظموا قلالين سنتر باش تعرفوا تولي وتقولوا لايف مش لايف مثلا. دونك الدره مقبله تخزلي تحب تعرف لينا سريحه البديهه ولا لا سريحه البديهه. دونك نجموا تمشيو تعملوا تيست هذايا. ليفينمون الرابع اللي نختموا به لاجندا اليوم يجينا هو ايفينمون مش اليوم ما غدوه، هو زياره اللي برشا ناس في تونس العرض هذايا يحبوه يقعدوا كل ديما يستنوا
نتمناوه وبرشا عبيد قالوا لي يعيشك يبدا فما ديزادريس كي تعطينا قبل دونك اجي موان دو جي موان زان اليوم هاكا ذكرتكم ليفينمون تلقاوه غدوه في التياترو ميونيسيبال في العاصمه المسرح البلدي بتونس دونك تلقاوها الايفينمون زياره تمشيو توا باش تنجموا تخلطوا تاخذوا تذاكركم زياره اكيد اللي هي دونك السيمي النجمي كانت هذيا اجندا الماتينال اليوم نتقابلوا ان شاء الله غدا في اجندا جديده. يعطيك الصحه حبيبه لوغ نختموا مع الشيف فتحيه. فاطمه مرحبا بكم وانا حبيت نوري في الختام لي شوكات هذوما اللي عملتهم اليوم بال فيرينا ورده اللي هما بالباتاشو فيرينا ورده وفاني سمارتشيف وعظمه مليحه خلطت الباتاشو نتاعي وريتكم كيفاش نخدم بالسكر بيرلي هذايا وتغزروا له قعد فوق وجه الباتاشو ما يذوبش جمله مش كيما السكر العادي راهو ويتباع معناها تلقاوه بسهوله تامه عند اللي يبيعوا لي برودوي نتاع الباتيسري يتباع حتى بال 100 غرام ما فماش حتى مشكل معناها حاجه بسيطه نعطيكم نصيحه برك اللي يحب كوت ينجح في الباتاشو يخدمها قبل بنهار يلفها مليح يبيتها في الفريجيدير من غدوة يصب الباتاشو متاعو تطلع منظمة ومعناها الفورمة متاعها تطلع بارفيت اخدموها قبل بنهار بيتوها وصبوها من غدوة راهي لاستوس جربتها خرق العادة وهنايا حبيت نوري اللي خدمته بالبات فورنيتو اللي هما هذوما الغولي بالزيتون وبشبن وحطيت عملت شطر بشطر حوت بالهروس عبيده وشاي بالجبن تاستوري تونسي وحطيت ريحه زيتون وفرشتهم معناها مع البات فورنيتو طابوا في وقت قياسي وحاجه سهله وبسيطه وتنجموا معناها تعشيوا بها حاجه كيما هكايا تعديوا بها عشويه مزيانه وان شاء الله تكون عجبتكم الدباره وان شاء الله وابعثوا لنا اقتراحاتكم واحنا نتقبلوهم بكامل معناها فرحانين بكم. ميرسي بوكو شيف فتحيه. نعاود نذكركم لي غوسيت الكل تلقاهم على باج الماتينال دونك نحب نذكركم زاده انه ليبرتا فواياج توفر لكم رحله لبرشلونه من وقتاش سيدك بن سيدك من نهار 17 نهار 22 مارس فيها الفول فيها ترانسفير فيها اوتيل 3 ايطوال معاها فطور الصباح معاها دوره في سيتي تور هذا الكل بقداش تدفع من الاول 199 دينار افونس ومن بعد 99 دينار على 20 شهر دونك معلم كان يطلبوا حبينا نتكلم حبينا نمشي فطوم ويتنجم نجم نعمل نشط نخنر من غادي او توكا تنجموا تكلموا ال 71 90 56 56 ولا تدخلوا على السيت www.libertavoyage.com لا باج فيسبوك ليبرتا فواياج وقداش كل مره تشيخكم ليبرتا فواياج في حاجات هكايا مزيانين محليها توا في برشلونه الاجواء وهي مش برده برشا برشلونه تبدا دونك برا 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 وصحه ليكم صحه والله دونك لو ريميرسيمون بيان سور كالعاده نحب نقول ميرسي للويت الويت تلقاو عندها حوايج الكبار والصغار لي زاكسيسوار الصباب التسيكان اللي حايرين في حوايج الصغار تمشيو للويت تدخلوا الباج فيسبوك والا انستغرام الويت تونس تلقاو غاديك برشا تصاور نتاع حوايج اون توكا كلموهم ومشيو للويت في الناصر سينو تلقاو لي تينيغيغ في السيت في الباج فيسبوك. انا نحب نقول ميرسي ميرسي بوكو للناس اللي خدموا معنا الكل اللي كنت في فاطمه خاطر ديما تشكرنا كيما قالت لك الدوره اللي فاتت ما يرجعوا لي في الكاميرا باش يقولوا لنا ونحب نقول ان كرون ميرسي للعباد اللي قاعدين يبعثوا لنا للناس اللي يحبوا يكونوا موجودين في الماتينال في روبريك لايف ستايل نعاود نذكركم تبعثوا لنا ميساج على باج الماتينال بالفرونسي بالعرب في الانبوكس تبعثوا الخدمه نتاعكم لي كوردوني واحنا نتصلوا بكم. يعطيكم الصحة البنات نحب نشكر سونتر ديستيتيك باك ستيج في العوينة عنده فورفي ياسر طيارة للناس اللي عرسها قريب سواء كانوا نساء والا رجال كيف كيف نحب نشكر الكيب تكنيك كيب الاعداد انتم البنات لي شيف الناس اللي تبعث لنا في ميساجات يعطيكم الف صحة سواء من تونس او خارج تونس دونك ما بقى لي كنقول لكم نتلاقاو غدوة وبسلامة.